انت عبيطوني اكلك ليه؟ 1 2 3 صباح الخير وايز فاميلي، كيفكم يا احلى عائلة بالدنيا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. ابا ابا حاطة ميمة مهمة للجديد، أول مرة بفوتوا على القناة، ابا يعني لايك. يا خيتي بوس 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 الواقع ساميلي بوسيون. بريني صحنونة. صحن شو حنعمل اليوم؟ اوكي يحيى، فيديو اليوم كتير مميز، رح نعمل تحدي نحن وياكم وكمان معنا يوسف وكريستيانا. كريستيانا الشغلة اللي رح نعملها معهم، رح نعمل تحدي انه نجرب نلاقي وندوق اغلى اكل من السوبر ماركت الموجودة بمنطقتهم. نحن صراحة ما بنعرفها، بس هلا تقريبا بدنا ساعة لحتى نوصل لعندهم، وبس نوصل بخبركم تفاصيل التحدي. مجهزين؟ يلا سكري. بوم. ليكم ميمي شو مبسوطة وقاعدة عم تشرب جوس عصير. لك صحة. على فكرة شايفين كل هيدول؟ هيدول البامكن اللقطين. تتذكروا هيديك السنة، لحظة شوي، تتذكروا هيديك السنة لما رحنا كلنا نحن وياكم على محل اللقطين وكان هيك الغابة المرعبة هيك؟ فإذا بدكم إيانا نروح على الغابة المرعبة مرة تانية، وصلوا هيدا الفيديو لل 40,000 لايك، أنا بعرف أنتوا قدها وقدها. شو؟ عم بحبس معك عم بحبس الواقع الفاميلي. لك شو هالتعليقات اللي بتطير العقل؟ ميمي نايمة. بتربور قلبي نايمة. صباح الخير، نحن وصلنا. اوكي جايز، نحن هلا وصلنا عند يوسف، بدنا ننزل شوي نسلم عليه وكل شيء وبنرجع بنبلش التحدي. Are you ready guys? I'm always ready. I'm speaking to his family. بس اوكي، Are you ready حياتي؟ انا دايما جاهزة. بس بعد ما سألتوا للوايس فاميلي شو رأيكم بالفستان الحمراء لسحار؟ زينبي هل بتصوريني؟ بدي اعمل شغلة. اوكي يلا شوف. هيدي ماما. هاي ماما كريستيانا. وانا شوكولا صحن. ليه صحن توك. انا شوكولا ماما. اوكي هلا فيك تفوت. اوكي جايز، هلا صحن وكريستيانا اكلوا مقلب. على فكره والله يعني انت امبارح عملت فيي مقلب، يعني عن جد يحيى وكريستيانا نازل. انت يا حيو يوسف نزيل. انت لكريستيانا قولي انه يا حيو يوسف نزيل. قالت يا حيو نزيل، ما في مشكله. عشان عنده قمه النزاله. شو هيدا؟ هذيك المره يحيى خطط، هالمره تخطيطي. بس صراحه حلوة. مرتين اكلتوها. اوكي بدي اخبركم هلا عن التحدي اللي بدنا نروح نعمله. I'm gonna speak about the challenge. التحدي هو رح نروح على كل محطات بنزين موجودة هون ببوسطن عندكم، وانا نجرب نحن الاربعة معنا فيها بكل محطة بنزين. كل واحد معه كاميرا رح تكون على وجهه. حلو. بده يجرب يشتري اغلى اكل هونيك ويجيبه. يلي بيقدر يجمع اغلى اكل رح يربح $1000. عم تمزحي. فمن هلا كلكم قولوا لي مبروك، عشان انا حاربح التحدي. لا انا رح اربح. انا لا بيجي بيجي. يلا نروح. يلا جايز. 1 2 3. اوكي يا جماعه، وصلنا على اول محطه. مثل ما شايفين ما في بنزين عندنا، بس هيدي السوبر ماركت بالمحطه يلي رح نشتري منها. معنا دقيقه واحده. اوكي دقيقه، وكل واحد بده يجيب الكاميرا اللي له يحطها على حاله. تجربوا تلاقوا اغلى شيء تاكلوه بقلب هيدي السوبر ماركت. جاهزين؟ اوكي جاهزين. يلا جاهزين. 1 2 3. جو. انا شوف هلا ندور على اغلى شيء. العالم كلها بتطلع فينا. دقيقة قلبي دولار.
بدي شيء بدولار بباوند بدي شيء غالي. لك الزلمة كيف عم بيطلع علينا؟ معكم نص دقيقة. شو نص دقيقة؟ بعد معكم نص دقيقة. في شيء غالي هون. 20 ثانية. عشرين ثانية. 20 seconds. 15 seconds. ما في شيء. ما في شيء غالي. يا الله يا الله. 5 ثواني. ما لقيت شيء. أنا كمان. اوكي اوكي خلص الوقت خلص الوقت خلص الوقت. اوكي يا جماعه رح ندفع وبالسياره بنقول لكم شو جبنا. اوكي جايز هلا وصلنا وحنبلش نشوف كل واحد شو جاب. يوسف شو جبت انت اول شيء؟ جبت برينجلز بقد ايه؟ 299 معناتها 3 باوند. شو جبت 3 برينجلز؟ شو جبت؟ انا شايفه برينجلز. هي هي اللي قلدتني انا. انا شفتني مسكت منيح ما جبتيها خضرا كمان. لا اوكي فسحر كمان برينجلز اللي هي ب 299 و واتس ات بطاطا واتس ات. هاو ماتش واز ات؟ 249 250 معناتها تقريبا. واكيد مثل العاده يحيى بيربح ب 3 باوند 50. جبت قهوه بس شو المشكله؟ لازم ناكلها. شلون بدك تاكلها؟ كيف بدك تاكلها؟ حطها لازم اكل قهوه. يلا يوسف انت بلش اعطينا الطعمه وريفيو. ايوه واو شو عم تعمل دعايه برينجلز؟ صحة 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 يوسف. تمام تمام طيبة أكيد طيبة كله دعايه. يلا خدي ميمي تفضلي. ما بدي. يلا 1 2 3 بسم الله. صحة صحة صحة. يلا كريستينا. صحة صحة صحة. واو يلا 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 يحيى يا جماعه بيفتح قهوه. شوف بده يجي بده ياكل القهوه. هلا بده ياكل القهوه. بسم الله. بس ربحت اول تحدي. anyway guys جاهزين لنرجع نكفي التحدي. اوه كفي كفي. اوه مر مر. anyways يلا يوسف جاهز؟ جاهز. سحر جاهزه؟ جاهزه. كريستيان جاهزه؟ مريم جاهزه؟ يلا بيبي قولي. يحيى جاهز؟ طبعا. يلا لفكره منيح انه خلصت ازمه البنزين عندنا ببريطانيا. بس شكله ما في بنزين هون. فيك تصف هون تفوت لنا. ما قال عن 2 اورز. ايه تمام. فينا نصف هون. شو حبيبة؟ سؤال كنا بدنا نعم. نفوت مع كاميرات. على فكرة انتم ما شفتوا محطة البنزين السوبر ماركت قد ايه صغيرة. يا الهي. ار يو ريدي؟ كمان. بدي اربح بقى عن جد كريستيانا. وي شود وين. $1,000 we should win. شو عملتوا فرق فريق؟ لا 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 ما عملنا فريق ما عملنا شيء. ليك بده يزعبر ما انا عرفته زعبار. اوكي يا جماعه بس دقيقه. اوكي جايز ار يو ريدي؟ تليفوناتكم 1 2 3 يلا على حظي. اوكي يا جماعه بس سكت في يلا على قلبي. كلنا في كثير هيك هلا جربي. هلو بدي شيء. اوكي راحت 14 ثانية. اوكي 14 ثانية راح. وين وين الأكل؟ لازم يكون أكل؟ أنا عم بطلع على مارك السحر ما في شيء غالي هون. اوكي بعد ما كنا 20 ثانية. تمام. مشي الحال. اي خلينا نبلش ونشوف كل واحد شو جاب. انا جبت ويتابكس جبتهم ب 3 باوند 50 اللي هي 3.5 تقريبا 4 دولار. طبعا. انت شو يا يوسف؟ انا جبت كورن فليكس علبه كبيره شوفك برا بس السعر هو 299 3 باوند تقريبا. بعدين جايك يا سحر. كريستينا وين تجي؟ شوكولاته.
How much was it? £1.75. Hey, لحد هلا انا ربحان. اهم شيء اوكي جو جو. سحر what did you get? صراحة لقيت الباوند هيدا الاكل فكرت الشوكولاتة لاكل كليب. سحورة التحدي تحدي. وباي ذا واي هيدي فكرة سحر هاي التحدي. ايه فكرتي بس مش معقول يعني اكل اكل كليب. فلحد هلا انا ربحان. Everyone has to eat what they got. يلا نبلش من يوسف اول شيء. يلا لازم تبلش ها. يلا ها ها صحة كريستينا. لا مش جوعانة. ما أنا جوعانة. لا مش طلع فيني. لكن كل ده طلع فيني. يلا قوم كريستينا. يلا كلي. صحة صحة كريستينا. يلا كلي. الله أنا مش طيبة هيدا أبدا بدون. طب هلا أنا إذا أكلت شو بيصير معي؟ ما بيتسمم أو شيء؟ جربي إذا تسمم. أولا أنت بدك تتخلى عني لك أنت الثاني. جربي. أوه كتير طيبة ناشف. أوكي جايز سحر جوان. يلا فمش بس خسرتي أول تحدي. ورجيه خسرتي وأكلت. ورجيه الصورة شوفوا يا جماعة شوفوا. أكلك لاف. لحظة لحظة مين بدنا شوكولا. يلا سحر يلا. Oh my god يا الله يا الله. راحت فيها. عرفتوني تعبتوني اكلك ليه؟ لا انا عرفكم. انت اللي اخترتيها. كل انسان بيتحمل نتيجه خطاه. اكلك ليه؟ ورجعنا. شو يا سحر؟ مش عم صدق اكلت اكلت كلاب. يا جماعه اكل كلاب مستحيل. كيف كانت طعمته؟ خلص والله. على الاخر ريحه بتعرف كيف واحد شيء هيك كيف يعني من المجارير او شيء. اوكي انا بحب الكلاب ونو اوفنس وما قصدي شيء بس انه اكل اكل كلاب. بس انا قد التحدي. مكيفك يا يحيى ويوسف؟ اوكي جايز انا مكيف كثير كثير هلا. مثل ما بتعرفوا لحد هلا وصلنا لاخر الفيديو. ومين هو الربحان؟ يحيى. سحر من هو الربحان؟ يحيى. كريستينا من هو الربحان؟ انت. صح صح عم تاكل بعد يا كريستينا. جايز يسلموا كثير كثير على الفيديو. انا مكيف اول شيء. محظوظ يا اخي. زكي زكي شو بدي اعمل. بس اهم شيء اهم شيء مش بس قصرت وطلعت اخر شيء مرت كمان اكلت اكل الكلاب. انا ما عم صدق. هو عن جد اجمل لقطه هي بنت صراحه. هلا شو يعني عن جد ما الفيديو كله. انا اللي ما عم صدق قديش انكم مبسوطين انه على الانجاز اللي انا عملته. اكلت اكل كليب. اوكي اكلت اكل كليب. سو باي ذا واي بدي اخبركم علاماتنا. انا جمعت 4 باوند يعني تقريبا 5 دولار. انا كمان 4.5. برافو. ويوسف انا 6. اوه 7.5. ذا وينر ذا وينر. يا الله يا اوكي يلا مبروك عليك الالف دولار. بدي اروح اكل انا جوعانه. يوسف لو ما بتاخذنا يلا على المطعم. جاهزين؟ اكيد جاهزين. جايز برجع بقول لكم كمان نزل فيديو كثير حلو بقناه يوسف. طعميناهم مقلب لسحر وكريستينا. روحوا شوفوا انبسطوا. كم مره بدي اقول لك يا جوز اسمك كريستيانا. كريستيانا كريستيانا. سحر من بعد ما اكلت اكل كتاب جاي تاكلي اكل تندر. قلو يسلموا يوسف. كل شيء لحاله كل شيء لحاله كل شيء لحاله. برافو. ميمي قعدت هون. الله على الاكل الحر. على الاكل الحر الحرت. شو وضع الحر؟ هلا هون ما بتحرق بس تروح على شو اخذت البيرد. وين البيرد؟ فرجيه لنا الواي اس فاميلي. ليكوا ميمي عم تشوف البيرد. شو هيدا يا ميمي؟ شو هيدا؟ هيدا منه بيرد. ايه عم بتبوس البيرد. ميمي الو الو. واو ليك شو حلوة. مين؟ لا صحتين يا ماما شبعت. ثانك يو. شو اسمك انت؟ انا اسمي سحر. اوه انت ورده والله. شو؟
شكرا 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 اهلا وسهلا يا شكرا انا كلام مشوي شو انا كلام مشوي يا عربي كيف بتحكي انا بشتغل 5 سنة بالليرة بالليرة تحيات لأهل العراق بيبي ما قدرت قال لي وردة جايز وصلنا لاخر التحدي وصراحه تمبلين معه مش قادرين نحكي ولا كلمه بس صراحه يسلموا كثير يوسف كان تحدي كثير حلو وصراحه اي لاف ذات انا صراحه لا ما حبيته لانه اكلت اكل كلاب ما يعني ما بعرف شو بدي اقول نو اوفنس انا على فكره كثير بحب الكلاب بس مش قادره اقول شو اوفنس اوفنس للكلاب لا انه في انا منهم بحب الكلاب بس مش قادره انه اكل اكل كلاب يلا بس حلوه التجربه 100% حلوه ثانك يو كريستيانا ثانك يو يوسف لانه عملت التحدي معك وجايز اكتبوا لنا شو بدكم افكار تحت بالتعليقات ونحبكم كثير كلنا بنقول لهم باي باي مي 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 يلا باي